السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يانوش إيدير رئيس جمهورية المجر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس يانوش إيدير. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من معالي جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص تعاونهما في الشؤون العسكرية والدفاعية. كما تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف وجهودهما في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان منزل رجل الأعمال يعقوب محمد عقيل الخوري تلبية لدعوته، وذلك في منزله بالظهر بمنطقة العين. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص معاليه الدائم على الالتقاء بالمواطنين تعزيزا بالترابط والتواصل والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن. ورحب الخوري وأفراد أسرته بزيارة معالي الشيخ سعيد بن طحنون، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة متمنين للجميع الخير والسعادة في ظل الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة. وقام يعقوب الخوري مأدبة عشاء بهذه المناسبة حضرها محمد سعيد الرميثي مدير الهلال الأحمر فرع أبو ظبي وعدد من المسؤولين والأعيان. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة اختطت نهجا متميزا وأسلوبا متفردا في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني في الداخل والخارج. قالت سموها حفظها الله في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قالت إن قيم الخير والعطاء متأصلة في نفوس أبناء الوطن الذين ساروا على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونهلوا من معين تراث الأجداد والآباء الذي لا ينضب، مشيرة سموها إلى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالقضايا الإنسانية التي تورق الكثير من شعوب العالم وقلقها على مصير المتأثرين بها وسعيها لتخفيف حدتها وتجنب مخاطرها ما أمكن، وذلك من خلال توجيهاتها المتواصلة بمستندة المتضررين وتقديم أفضل الخدمات الإغاثية لهم وتخفيف معاناتهم. أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول العالم اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق يوم 19 من شهر أغسطس من كل عام. يأتي شعار هذا العام تحت وسم لست هدفا، وذلك تكريما لأرواح العاملين في مجال المساعدات الإنسانية. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل. شيء مخلد أبدا، لا مخلد الإنسان ولا مخلد المال ولا مخلد شيء، مخلد اللي هو خالد الوطن والعمل للإنسان، وكل فرد منا بيذكر عمل. مساعدات إنسانية تقدمها دولة الإمارات للملايين حول العالم من دون تفرقة بين لون وجنس ودين وعرق، نهج يتكامل مع منظومة القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي تنطلق منها السياسة الإماراتية على المستوى الوطني والدولي. أكثر من 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية لدى دولة الإمارات
تمد سباقة يد العون لتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية لهؤلاء المحتاجين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس حجم التزام دولة الإمارات بواجباتها الأخلاقية ورسالتها الإنسانية العالمية، وحرصها على ترجمة القيم والمبادئ إلى سلوك وعمل يضرب فيه المثل والقدوة للآخرين في التعايش الإنساني. كما أن الإنسان كان ولا يزال الهدف الأسمى والغاية الأولى للتجربة الوحدوية والتنموية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط، نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه. لازم نظهر للعالم مو بالمبنى الموجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدنش. فالعالم يحتفل بيوم العمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، وها هي دولة الإمارات مستمرة بالعطاء، مناسبة مكرسة للاحتفاء بالإنسانية والروح التي تدفع الأشخاص إلى مد يد المساعدة إلى من هم بحاجة إليها، حتى في أصعب الأوضاع وأخطرها، معرضين حياتهم للخطر، وذلك للتخفيف من حجم المعاناة وصيانة وحماية كرامة الإنسان. أيمن مصبح، قناة الظفرة. أطلقت شرطة أبوظبي هاشتاغ اليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك تحت شعار حب الخير ومساعدة الغير تماشيا مع عام الخير. وشهدت الفعالية حضورا متميزا من مرتدي شاطئ البطين، وذلك تعزيزا لأهمية المشاركة المجتمعية في المناسبات الإنسانية، حيث التقت عناصر الشرطة مع الجمهور وقدمت خدمات صحية وتثقيفية وعرفتهم بأهمية العمل الإنساني ودوره في خدمة المجتمع. هذا ووفرت شرطة العاصمة أبوظبي بمشاركة قطاعات المالية والخدمات وأمن المجتمع والعمليات المركزية على شاطئ البطين أطباء وممرضين ومسعفين وسيارة إسعاف لتأمين الفعالية، إضافة إلى حافلة ميدانية لتوعية وتثقيف الجمهور. أنجز مركز شرطة السعادة المتنقل الذي استحدثته شرطة أبوظبي 572 معاملة للمراجعين في منطقة الظفرة، تضمنت إصدار رخص القيادة وملكيات المركبات وشهادة بحث الحالة الجنائية، حسن السيرة والسلوك، واستقبال الشكاوى والمقترحات والبلاغات. في هذا الإطار قال العميد السهيل سعيد الخيالي مدير مديرية شرطة الظفرة، قال إن المركز يقدم خدماته على مدار الأسبوع ترجمة لرؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إسعاد المتعاملين بالحصول على أفضل الخدمات الشرطية، مشيرا إلى أن المركز مزود بأنظمة تقنية متطورة تمكن العاملين من أداء مهامهم وإنجاز معاملات المتعاملين ومساعدتهم في الحصول على تلك الخدمات بيسر وسهولة. تسلمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشاركات 53 جهة حكومية في فئة جوائز أفضل خدمة حكومية و533 طلبا لنيل وسام رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في إطار المنافسات على جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة. كما وتلقت الأمانة العامة المشاركات عبر المنصة الرقمية للجائزة، والتي تتيح للجهات المشاركة والدخول إلى النظام الجديد واستكمال ملف الجهة وملفات الأفراد المشاركين والتقدم لفئات الجائزة المختلفة. كما وتوفر المنصة حلولا متكاملة لإجراءات التقدم للجائزة مرورا بعمليات التقييم، الأمر الذي يدعم توجهات التحول الرقمي والذكي في حكومة أبوظبي ويعزز مساعيها نحو الارتقاء بالأداء الحكومي وتطويره بشكل مستمر. وأكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن حجم المشاركات المستلمة في جائزة وسام رئيس المجلس التنفيذي وجوائز أفضل خدمة يعكس حرص الجهات المشاركة على النهوض بالأداء المؤسسي لديها وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات الحوكمة والخدمة والإدارة. إقليميا، عرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لقرار خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر معبر سلوى من دون تصاريح إلكترونية، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة وتوفير الاحتياجات كافة لهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، إضافة إلى إرسال طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة. وأشاد المجلس بهذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يأتي في إطار الحرص على وحدة الشعوب العربية والحفاظ على وشائج الأخوة بينهم، واتساقا مع مكانة المملكة العربية السعودية ودورها التاريخي في خدمة حجاج بيت الله الحرام على اختلاف جنسياتهم. إلى اليمن، حيث وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اليوم الأحد إلى المنامة في زيارة رسمية يلتقي خلالها ملك المملكة البحرينية حمد بن عيسى الخليفة. وعقد رئيس الوزراء اليمني جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، تناولت آخر مستجدات الأزمة اليمنية وفقا لتغريدات نشرت على الحساب الرسمي لبن دغر على موقع تويتر. وأكد بن دغر على أن اليمن سيعود إلى ما كان عليه وسيتجاوز المرحلة الراهنة بدعم الأشقاء في التحالف العربي عبر تحقيق السلام العادل والشامل. وكان في استقبال رئيس الحكومة اليمنية في مطار البحرين الدولي نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة. في شأن ذاته وفي خطاب اتسم بالتلميح إلى حزب المخلوع صالح، قال زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي في هجوم شنه ضد شريكه في الانقلاب المخلوع صالح، قال إن هناك من يسعى اليوم إلى تفكيك الجبهة الداخلية وضربها وإثارة النزاعات للتأثير على الجبهات العسكرية، مشيرا إلى أن هناك من يعقد الصفقات ويتآمر على اليمن. تحدث عن اختراقات موجودة في بعض المكونات السياسية وممارسة العمالة للخارج لشق الصف الوطني، كما وأشار إلى أن من أسماهم المشبوهين يحاولون تأجيج الأوضاع، متهما حزب المخلوع بالتنصل من المسؤولية في إدارة مؤسسة الدولة. في المقابل، ومع اقتراب موعد مهرجان حزب المخلوع بذكرى تأسيسه، تزداد شقة الخلاف مع المتمردين مصحوبة بالتهديدات المتبادلة، حيث ذكرت أنباء في صنعاء أن المخلوع وجه قوات من الحرس الجمهوري بالتمركز في جنوب صنعاء لتأمين الاحتفال، وحذر الميليشيات الحوثية برد عنيف في حال اعتراضهم أو منعهم دخول أنصاره إلى صنعاء للمشاركة بالفعالية، في وقت هدد قيادي حوثي بشن حرب ضد حزب صالح أو المخلوع ودعاهم إلى ترك العنتريات. وبالعودة إلى الشأن المحلي، حيث طلع سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي على الاستعدادات الجارية لتسهيل إجراءات الحجاج وإنجاز معاملتهم بصورة دقيقة ومتكاملة في منفذ الغويفات الحدودي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات. أكد خلال جولة شملت مدينة الحجاج ومبنى المنفذ الحدودي ومشاريع السيارة العامة حرص شرطة أبوظبي على تطوير خدماتها وتقديمها على أكمل وجه لإسعاد الجمهور سواء في منفذ الغويفات أو بمختلف المواقع الشرطية والأمنية في العاصمة أبوظبي. وحث استعادة مدير عام شرطة أبوظبي على ضرورة تعزيز جهود التطوير والتحسين في منفذ الغويفات الحدودي والأخذ بأفضل المقترحات التي تعزز من عمل المنفذ ضمن نطاق الخدمة الشرطية المتميزة. أكد مركز الفلك الدولي أن غدا الاثنين سيكون هناك كسوف كلي للشمس، في حين ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 22 أغسطس، مشيرا إلى أن رؤية الهلال يوم الاثنين مستحيلة من جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. لفت المركز في بيان له اليوم إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة باستخدام التلسكوب من أستراليا ومن وسط وجنوب قارة آسيا وجنوب أوروبا، وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب آسيا ومن قارة أفريقيا وشمال أمريكا، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم أجزاء القارتين الأمريكيتين. أضاف أيضا أنه حيث
أو أن رؤية الهلال ممكن يوم الثلاثاء من معظم أرجاء العالم الإسلامي، فمن المتوقع يكون يوم الأربعاء 23 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، وعليه تكون وقفة عرفات يوم الخميس 31 أغسطس، ويكون يوم الجمعة 1 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى المبارك. تشارك دولة الإمارات في أعمال اجتماعات اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لعدد الملفات الاجتماعية المعروضة على المجلس في دورته الوزارية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل. ترأس وفد الدولة سعادة محمد صالح شلوح مستشار وزير الاقتصاد، وفي الإطار أكد حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية في وزارة المالية السعودية، أكد أهمية العمل الاجتماعي العربي باعتباره أحد جناحي العمل العربي المشترك في منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي. نبقى في الشأن الاقتصادي، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر مسجلا استقرارا نسبيا، في حين خفضت سيولة السوق مع تراجع نشاط التداولات، بينما دفعت عمليات شراء أسهم لسوق دبي المالي للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أنهى المؤشر تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.4%. نتابع. أما الآن إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.